السلام عليكم، معكم وليد السعدي صاحب مخبزة نقولة أكادير. كنرحب بالجميع اليوم. الحمد لله كان واحد لقاء تواصلي هنا بالغرفة ديال الصناعة والتجارة والخدمات لجهات سوسمسا، الغرض منه تأسيس واحد المكتب الجهوي ديال تابع للفيدرالية المغربية لجمعيات الخبيز والحلويات العصرية والتقليدية، والحمد لله كان الحضور وازن ومكتف من جميع ممثلي الأقاليم معروفة، تردان، طاطا، تيزنيت، إنس كانيت من لولش تكايد بها أكادير. داز الجمع العام في ظروف حسنة والحمد لله، حسب جدول الأعمال اللي كان هو انتخاب الرئيس ديال المكتب اللي وضع فيها ثقة، وكنشكر الجميع على هذا حسن الثقة ديالهم فينا في شخصنا. من المشاكل اللي كيعانيو منها والإكراهات، كتعرفوا كلشي أنه كيعانيو المهنيين من ضعف هامش الربح ومن تفشي ظاهرة القطاع الغير مهيكل، من العشوائي اللي كنسميهم الكراجات خبز الدار وسميتو، وكاين مسألة ديال التقليد ديال المصاريف ديال تسيير المخابز من دار الضمان الاجتماعي وضعف التكوين ديال المهنيين. الفيدرالية وضع مشروع اليوم الحمد لله بشراكة مع واحد مكتب دراسات صعيد وطني، واحد الدراسة اللي غادي تشوف المشاكل اللي كيعانيو منها هاد المهنيين وتبان لهم الحلول ديالهم، وغادي يدفعوا هذا المشروع هذا ان شاء الله الحكومة باش نلقاو حلول للمشاكل اللي كيعاني منها القطاع. والسلام عليكم، وكنشكركم مرة أخرى على الحضور ديالكم في هذا اللقاء هذا.